أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة أن آفاق التطور التي تشهدها مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تقوم على الاستثمار الأمثل في أبناء البحرين باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن. ولفت سموه إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتبني المبادرات التي تكفل ديمومة التطوير في مسارات التعليم وتعزيز روح الابتكار والإبداع. جاء ذلك لدى رعاية سموه حفل تخريج الفوج الثاني من طلبة الجامعة البريطانية بمملكة البحرين أمس، حيث هنأ سموه الطلبة الخريجين وحثهم على مواصلة العمل بذات الروح والشغف في مسيرتهم العملية لتحقيق أهدافهم المنشودة والمساهمة في دعم مساعي التنمية والتطوير. وقد تفضل سمو الشيخ محمد بن سلمان بتسليم الشهادات للطلبة الخريجين من الجامعة البريطانية بمملكة البحرين متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.